ايه الثغرات اللي كانت موجوده عند نهضه البركان وما قدرش الزمالك ان هو يستغلها بشكل افضل ونحط كده تحتها خط علشان المباراه القادمه يعني ياخد بال. صحيح. يمكن لو شفنا في الشوط الثاني تحديدا نادي الزمالك لما كان بيترك الكره لفريق نهضه بركان ان هو يبني هجماته ما كانش عنده التنظيم الكافي، فعشان كده ما كانش قادر يفتح ثغرات، لكن كان بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه، ده كان بيكلفه فرصه ان يبقى عنده مساحات في خط ظهره، لكن نادي الزمالك ما كانش بيقدر يستغل ده. يعني انا لما نهضه بركان يضغط عليا بخمس ست لعيبه معنى كده ان عنده في تلت ملعبه او في نص ملعبه ما فيش غير تلت اربع لعيبه مساحه فاضيه اقدر استغلها بالظبط. فلو قدرت استغل سرعات وانطلاقات زيزو او سيف الدين الجزيري وهو لعيب مهم جدا في الناحيه الثانيه بالظبط، ان انا اقدر اديله كرات طويله او اقدر العب على المساحات الفاضيه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. عشان كده كان مهم من نادي الزمالك ان يستغل الامور دي في الشوط الثاني تحديدا، لان كان في نوع من الاندفاع شويه خاصه في النصف الثاني من الشوط الثاني من فريق نهضه بركان، ان هو كان بيطمع شويه في النتيجه اللي هو بدل ما يخليها 2-1 يخليها 3-1 يخلي الامور اسهل بالنسبه له، وكان شايف ان الزمالك تراجع شويه عشان كده كان بيحاول يستغل ده. كان نادي الزمالك كان المرتدات تحديدا او اللعب تحول من الدفاع للهجوم كانت مهمه جدا انها تتطور بشكل افضل، كان لازم طبعا يبقى في لاعب محطه يقدر يستلم ويسلم، ولكن طبعا ممكن جوميز ما حبش يغامر شويه ان هو يجري تعديلات كتير على التشكيل، لان الهدف الاساسي بالنسبه له ان اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب تقدر تهدي مهام دفاعيه زي ما هي بتادي مهام هجوميه، لان مش مطلوب ان انت تتخلى عن مهامك الدفاعيه ويؤدي ده ان انت يعني تفشل في الحفاظ على النتيجه اللي انت شايفها جيده الى حد ما. طيب استاذ امير، احنا لسه في مباراه ثانيه والزمالك عنده فرصه انه يعوض الخساره، وزي ما حضرتك قلت الاداء بالفعل تحسن في الشوط الثاني، والزمالك فريق كبير جدا يعني وعنده الحقيقه لعيبه كمان اقويه جدا، فاحنا بنامل ان احنا نشوف اداء يوازي قدر الزمالك وقدر اللعيبه الموجودين ويقدر. فعلى هذا الاساس هل جوميز في المباراه اللي جايه هل هيغامر، بما انك حضرتك قلت ان هو مش بيغامر او قرر ان هو ما يغامرش في المباراه دي، هل هيغامر في المباراه اللي جايه؟ هل هنشوف ممكن تاكتكس مختلفه او طريقه لعب مختلفه؟ هل هنشوف تخطي اللاعبين فكره السينكرونايزيشن او التواصل بينهم وبين بعض في الملعب؟ هو طبعا يمكن الزمالك بعد مباراه الذهاب خلاص هي صفحه واتقفلت، بيركز في مباراه الاياب بحسابات مختلفه تماما، انت بتلعب على فكره الفوز بهدف نظيف، فكره الفوز بالنسبه لنادي الزمالك بهدف لا تبدو صعبه ولكنها يعني تنطوي على قدر من المخاطره شويه بالظبط، ان هو ان انت لازم ما تستقبلش اهداف، لان لو استقبلت اهداف لا قدر الله هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنادي الزمالك على مستوى الدفاعي، لازم يبقى فيه نسبه الخطا اقل درجه ممكنه بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، لان مش مقبول اخطاء في مباراه زي دي. اكيد نهضه بركان هيلعب على الجزئيه دي ان هو يحاول ان هو يربك حسابات نادي الزمالك بهدف، ما قدرش يسجل هدف فهو محتفظ بنتيجه سلبيه اطول وقت ممكن، وده هيزيد الضغط شويه على نادي الزمالك. عشان كده الدور المعنوي والنفسي مهم جدا في حاجه زي كده. عشان كده يمكن تابعت ردود الافعال حتى على جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا بعد مباراه الامس، كان في حاله يا اما افراط في التفاؤل يا اما افراط في التشاؤم، وده مش مطلوب. يعني نتيجه ليست جيده ولكنها ليست سيئه، انت تقدر انت بهدف نظيف، لكن اعتقد ان جوميز يعني عنده من الذكاء ان هو مش هيلعب باندفاع كبير يكلفه ان هو ممكن يفقد النتيجه اللي خرج بيها من مباراه الذهاب وتتصعب الامور عليه وعلى لعيبته. اكيد هيقسم المباراه على سيناريوهات او على اجزاء يقدر ان هو يضغط في وقت معين، لكن الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يستحوذ على الكره. فكره الاستحواذ اللي يعني بيصر عليها جوميز في منذ توليه قياده نادي الزمالك ان هي بتفتح له فرص تسجيل، بتفتح له فرص الوصول للمرمى باكبر عدد ممكن من الهجمات، طول ما انا مستحوذ على الكره انا مطمن، لان انا بدي الثقه للاعبتي، بيبقى في تحركات خلف المدافعين تقدر انها تخلق ثغرات. دي الفكره الاساسيه من السيطره والاستحواذ اللي بيحاول ياكد عليها دايما جوميز من المباراه الاخرى، واللي اذا فقدها في بعض الوقت ان هو بيحاول يسترجعها دايما عشان يبقى الحلول بايده، ما يديش الفرصه للمنافس ان هو يفرض اسلوبه عليه.